كيف قدرتوا أنعتوا التغييريين بأول دورة مع طيو، بتاني دورة عطيو لغسان سكيف، كيف قدرتوا أنعتوا التغييريين علما أنه هن فايتين ضد كل السلطة وضد كلهم يعني كلهم وأنتم من كلهم يعني كلهم بالنسبة لألون؟ كيف قدرتوا أنعتوا التغييريين؟ ما بعرف كيف قدرتوا، كيف قدرتوا أنعتوا التغييريين يعطوا دكتور غسان سكيف بتاني دورة؟ أولا يعني هذا الشعار اللي أسقطته الانتخابات الأخيرة، بس الشعب اللبناني طلع قال كلمته وأعطى كيف الثقة. أسقطته الانتخابات؟ أسقطته لأنه الشعب اللبناني صوت وهو أعاد إلى المجلس النيابي من يراه مناسبا. أوكي، بس فوت كمان متغيرين ومستقلين والثورة. تحول الشعار من كلهم يعني كلهم إلى كلنا يعني كلنا جوا. فخلص هاي حفلة. على كل حال لعبتوا المزايدة، لعبتوا لعب سليم جدا كحزب تقدمي اشتراكي بهذه الانتخابات على الموضوع التغييري. في عندي هون عدة يعني أسئلة. تخيلي واحد بده يشتغل سياسي وما يعرف يلعب السياسي. لا بس مش هالقد، لا مخيفة كانت. خليني ويا ريت بتمنى أنت حدا ما بيلبس كفوف، أنت حدا ما بيلبس كفوف، يعني بتمنى أنك تجاوبني هيك بالصراحة المعهودة، مثل ما أنا بدي أسأل الأسئلة بالصراحة المعهودة. بس اتفقنا أنه كلنا يعني كلنا صرنا بالمسلمين. هلا بنشوف. قبل هو أصلا كلهم ميزينكم يعني، حتى السوار ما يسمى بالسوار لما كانوا يقطعوا الطريق وما هيدا، بس مرق موكب وليد بيك كانوا لأنه عدولوا التحية. لأنه ضميرهم ما يسمح لهم. ليه مش من كلهم؟ لا لأنه ضميرهم ما بيسمح لهم، بيعرفوا كتير منيح نحن مين. هي تعفف هذا. هلأ طبعوية تعفف يعني. ما بيعرفوا نحن مين. إذا ما نحكي عن يعني؟ تغييريين بالمعنى الصحيح. شو يعني هي؟ بين الكاميرا والواقع شو لا يعني؟ لا يعني وجهين؟ بس يرجع الواحد لضميره. ما في غير ينسجم مع ضميره. ما نحن خلينا نحكي هيدا ضمير ولا هيدا هي بتصير قلة ضمير هون مش ضمير. لا لا الضمير انك تفرجي الناس انك سائر وكلهم يعني كلهم وبرات الكاميرا بامرك، هذا صار موضوع اخر. يلتزم يتصرف وحي ضميره. اوكي يعني بيتصرف بشكل تلقائي، ما هن بيعرفوا هذا يعني الحزب يعني بين الطبع والتطبع. لا لا هذا الحزب مش ضمير ولا هذا ضمير. الحزب اللي مسيرته عمره 73 سنه كان في الثائر الأول بهالبلد، أول من ثار في هذا البلد كان شخص اسمه كمال جنبلاط وعمل عدة ثورات، ونحن ما ننسى مشينا بكل هالمسيرة، آخرها كانت 2005 لم تكن ثورة، من قادها ومن كان في مقدمة الصفوف وأي جمهور نزل وأي حزب. ننسى 14 تشرين من أطلق جذوة الثورة بس نزل 10,000 حزبي ومنظمة شباب تقدم. هلا خليني بالانتخابات. لا لا إذا عم نحكي لا أنا عم بحكي بناء على جوابك احتراما لسؤالك. تسلم. أنا عم جاوب. نحن ما حدا في زايد علينا لا بالتغيير ولا بالثورة، مع مراعاة الواقع. بتجاوبني على الأسئلة؟ إيه خذي راحتك. بتجاوبني على الأسئلة؟ إيه أكيد. ولا طيب، حزب التقدم الاشتراكي أعطى أصواته لمارك ضو في دائرة علي شوف لأنه مارك ضو قادر يزيح الأمير طلال إرسلان من درب وليد جنبلاط وبيرجع إلى أحاديته الدرزية، نعم أم لا؟ يحتاج للتفصيل، هي مش نعم أم لا، رح تاخذي الجواب كامل. يلا بس وليد جنبلاط العقب ليش سؤالي؟ وليد لأنه في عنا كتير أصدقاء وعنا كتير معارف بالجبل كانوا عم بيقولوا أنه خلال الجولات الانتخابية اللي كان عم يعملها الحزب التقدمي الاشتراكي ومندوبي حزب التقدمي الاشتراكي كانوا وقت يفوتوا على بيتي يلاقوه شوي متردد تجاه الحزب التقدمي الاشتراكي ومرشحه، يطلبوا منه يصوت لمارك ضو. اثناء التحضير لم يحصل هذا الامر، ورح خبرك شو اللي صار. شهادات ناس موجودين. كثير مهم سؤالك لازم تعرفيه. تفضل. بالاساس لم نخجل ولم يخجل وليد جنبلاط بترك مقعدين في علي وفي حصبية، لم يخجل. وهذا الموضوع بكل صراحه ما استسغته القياده لا الحزبيه ولا الشعبيه، وجرى نقاشات كثير داخليه عنا بصراحه. البعض بيفكرون انه بيجي هيك المحل، لا بيصار في نقاشات، وصار في نقاشات استمرت لشهر ولربما لا اكثر. بالاخير كان وليد جنبلاط يقول بطلت فيي انا حط توجه حافظ من دون ما اقصي حدا واعزل حدا واستاثر بالقرار. لهذا السبب نحن سياسه العزل والاقصاء اللي رفضناها ما بنمارسها بسياستنا. لهذا السبب بموضوع رئاسه المجلس النواب مارسنا نفس الشيء، وهذا بدفعنا أحيان كل في شعبية. فأخذ قرار أن لا يقصي وأن لا يلغي وترك المقعدين. في سياق التحضير للانتخابات كان هناك خطاب، يعني طبعا أول شيء نحن تركنا هذين المقعدين وقدرنا أنه هذا الموضوع قد يسمح بتريح الجو الداخلي في الجبل. لم تأتي
الردود بالترشيحات على قدر الأمال. فتم ترشيح مرشحين في كل المناطق. نحن قلنا فليكن الخيار الديمقراطي وما راح نغير شيء. بسياق التحضير للانتخابات وقبل تقريبا أسبوع بالتحديد أو قبل 5 أيام كان هناك موقف للنائب السابق طلال أرسلان من إحدى قرى الجبل من قرنايل، يبدو استفز الجمهور، استفز كل أهل الجبل عندما استدعى حماية معينة. هذا الموضوع عمل ردة فعل، بصراحة عمل ردة فعل، ولم نعد نستطيع أن نبرر ترك المقعد للأمير طلال أرسلان. صار هناك أكيد تفلت من القواعد الحزبية في حصبية وفي منطقة علي، صار في تسرب وأعطت المرشحين مارك داو وفراس أبو حمدان. بصراحة هيك صار، صار تفلت من دون قرار، وبالتالي بلا برمجة. لا خليني أقول لك إياها بكل صراحة، حدا بيصدق أنه بلا برمجة؟ لا، نحن أعجبنا بكلام قرنايل ولا مستعدين بعد كل اللي صار أنه ننزل على الأرض ونضبط العالم ونخدع الصندوق وتقول له أوعى تحط هيك حط هيك. تركنا العالم تأخذ خيارها، أخذت خيارها وكان. بس مين بيصدق يعني؟ مع احترامي لحضرتك كان عم بحكي أنه يعني نحن هلا ما هذه القدرة أنه نقدر يعني. نحن نجير 1000 صوت هيك نأخذ قرار ونجيرهم بقرار ولا لا هن بيقولوا أنه هن بيقولوا أنه في شارعين كيف ما برم زعيمهم وبيبرموا معهم من بينهم وليد جملاط، كثر ما يعني في تلاصق بين الجمهور والقيادة. ما تقلي ما في عندنا قدرة انه نجير 1000 صوت. وكيف في شيء ملفت، كيف في شيء ملفت استاذ هادي، قبل قبيل الانتخابات بشوي هذا المقال الشهير يلي انتشر وما نفيتوه، ما حدا نفاه، عن حديث داخلي دار وكان وليد جنبلاط معصب تجاه وكيل الداخلية، انتفى بس ما يعني ما نفى بطريقة واضحة وكأنه كان في محاولة لتمرير رسائل انه قد تتفلت القاعدة. ستنا انا لكون معك واضح وصريح، هذا الكلام هودي الفواتساب اللي برموا كل فترة الانتخابات في مطبخ بيكتبون وكل يوم واحد بيزيد كلمة بينقص كلمة، وجربوا يخلقوا حالة من اللاثقة بين وليد جنبلاط وجمهوره، بين الحزب الاشتراكي وجمهوره. لا، نحن ردينا بنفي من مفوضية الإعلام جدا واضح وصريح، وليست هذه الطريقة المناسبة نحن اللي نعطي فيها التوجه بالانتخابات. نحن بكل وضوح نطلع تعاميم مكتوبة موقعة، منقول التصويت هيك بده يكون. يعني احنا بالاغتراب عندنا مرشحين عندنا ناخبين بالاغتراب، بعتنا بشكل واضح نحن كيف بدنا تعميم، ايه كيف بدنا نوزع اصواتنا بالقرى. ما نحن مثلا خدي علي يعني خدي علي لا للحزبيين ولا ما هيدا هيدا عم تتحكملوا بقراره. خليني خبرك خطير هالكلام، خليني اعطيك. لا مش خطير، هذا واضح، ما نحن مش مستحيين فيه عم نقوله. يعني خدي انت مثلا الشوف النائب تيمور جنبلاط، مروان حمادي، بلال عبد الله، حبوب عون، اكرم شهيب، راجي السعد. طيب نحن اذا ما احسننا اداره هالعمليه الانتخابيه تؤدي الى سقوط مرشحين وتؤدي الى خلل، وبالتالي كل القوى والاحزاب توزع الاصوات التفضيليه على قرى، على مناطق، على الاغتراب. هذا بيصير وهذا صار عنا وطلع بتعميم من عنا وما في سر. في الجانب اللي عم تحكي نحن ما طلع تعليمي من عنا واضحة بهذا الموضوع. كل ما في الأمر صار في إساءة معنوية لأهل الجبل ردت علي الناس، ونحن صراحة ما قمعنا جمهورنا بهذا الموضوع. لم نقمع جمهور، تركنا الجمهور. هل أدو حدودك؟ هي حدود.